تصدر اسم رجل الأعمال اللبناني والخبير الأمني حسن حريري قائمة فوربس لأشهر 10 رجال أعمال تركوا بصمة في مجالات عملهم في الشرق الأوسط في العام 2022. باعتبارهم من أشهر رواد الأعمال وأبرز أصحاب المشاريع التي وصلت حد الإبداع والتي من شأنها أن تحقق نجاحات منقطعة النظير ليس في الشرق الأوسط فحسب بل على مستوى العالم أجمع. الجديد دياسبورا تواصلت مع حسن حريري المقيم في دبي. أوكي اللي صار أنه نحن وصارت الأسباب لبنان اضطرينا ننقل على الإمارات لحتى يكون عنا ستيبل بيز لأنه البلد كان ما معروف الأمور كيف يعني كيف عم تصير. سو اللي صار أنه نحن عملنا شركة فهي بالإمارات مجرد كانت ستارت أب وبثلاث سنين عملت رقم أعمال بتخطى 10 مليون. فهذا الشيء بيضوي عليها انه هي شو عم تشتغل وشو عم تعمل وهيك. وهذا الشيء خلى انه دولة الامارات تلتفت لنحن شو عم نعمل ونسوي واخذنا مشاريع حكومية. ونحن هلا اخذنا كل الشهادات الايزو والتطوير وعم نجرب نطور الشركة ونحطها لنقدر نطلع شركة تروح للعالمية يعني تروح شركة تنزل اي بي او تروح بالبورصة وهيك وبدعم من دولة الامارات هونيك. وهن بلد بيشجعوا الشركة الناشئة. هلا نحن بطلنا شركة ناشئة بس انه هن بلد بتاخد كل الفرص اللي فيه. اتصلوا فينا فوربس وبلغونا انه نحن حنكون فنحن بلغنا انه نحن حنكون بهيدا الليست وكان شرف صراحة انه ننزل وايمين انه نضلنا موجودين على كل الميديا العالمية ان شاء الله. حسن حريري مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة XDS ليفانت وهي شركة رائدة في مجالات الأمن والدفاع منذ أكثر من 10 سنوات. فماذا قال عن علاقته بلبنان ونصيحته للشباب اللبناني؟ هلا علاقتي مع لبنان مرسخة صراحة والدليل انه نحن ما سكرنا مكاتبنا رغم كل الفرص اللي اجتنا برا. نحن حطينا هون ونحن عم نكبر ونحن عم ننقل تجربة إمارات للبنان وعم نوسع هلا وعم نوظف عالم وعاملين جوينت بروجرام وعم نكبر. فإيمانا منا أنه هذا البلد حيضلوا يكبر ونحن بدنا نكبر بهذا البلد ونكون نحن الوجه الحضاري للبنان دايما. يعني النصيحة للشباب نحن بلد كله طاقات فكل اللي لازم تعمله أنك تضلك مأمن بهدفك وتضلك تسعى وراء وما تبخل بتعبك وما توقف ما توقف على الاوبستكلز يعني لانه كل ما كانت الطريق اصعب واطول كل ما كان الريورد تبعها احسن. رغم كل العناوين السلبيه الموجوده في لبنان يبقى اللبناني خارج الديار يبدع ويسجل بصمه في عالم النجاحات ويتصدر المجالات العالميه.